معلش يا شباب، بس تصحيح للارقام بتاعه المساله اللي فاتت. فهي المومنت عند البي، الام عند البي، لما حضرتك هتحسبها هتطلع ب 126 طن في المتر وليس ب 105. يبقى الام بي هتطلع ب 126 والواي بي هتطلع بناقص 5، ودي يبقى ناقص 5 ناقص 6 زائد 15. ناقص 5 ناقص 6 ناقص 15 يبقى تطلع بكام بقى؟ هيبقى ناقص 5 وناقص 6 ناقص 11 ناقص 25 يبقى 26. يبقى القيمة دي تطلع ب 26 طن. لكن الـ MA مش طالعة ب 105 زي ما كنا ب 108 زي ما كنا حاسبينها، لا هتطلع ب 126 طن في المتر. ويا ريت معلش نبقى نراجع الأرقام معايا مع بعض، لأن المسائل دي محلولة معايا بس للأسف ساعات بتبقى النواتج غلط. المهم إن الفكرة بتاعتنا بتبقى مظبوطة يا شباب. أشكركم.